اذكر ثلاثة هتقولهم تيجي تتفضل تكسب كشف، وان شاء الله ان شاء الله بس محدش يمسك فيها دي، هظبط له برضو الأدوية بتاعتها. ماشي. عندي إكزيما دهنية يا دكتور عاصم. قال يعني شخص إكزيما وشخص دهنية؟ لا، هي أحسن ليقول لك إيه، عندي قشر كتير في فروة الراس. بقى دلوقتي كل شتا وصيف إكزيما الدهنية ضروري يكون عندك أويلي سكين، يبقى إيه مش جلد جاف، أويلي سكين، الوش بيلمع، تحط إيدك هنا تطلع فيها أويلينس، ضروري تعرفها دي كويسة جدا أو تعرفيها. الإكزيما الدهنية أساسها قشر في الشعر. ايه اللي جد علينا اليومين دول يا جماعة؟ بقينا نلاقيها صيف شتا. طيب كل قشر معناها إكزيما دهنية؟ يا ريت. لا، الدنيا اتغيرت، قشر فروة الراس والإكزيما مش دهنية. المختصر المفيد بتاعها الإكزيما الدهنية لها قشور في الشعر أويلي وأعراض أخرى أهمها احتمالية حب الشباب. السؤال أهو، إيه هو أعراض مشاكل الأويلي سكين؟ أذكر ثلاثة هتقولهم تيجي تتفضل تكسب كشف، وإن شاء الله إن شاء الله بس محدش يمسك فيها دي، هظبط له برضو الأدوية بتاعتها. ماشي. شكراً.